أهلا بكم في نشرة أخبار العشرة مساء من تلفزيون سلطنة عمان. وفي أبرز عناوينها: جلالة السلطان المعظم يتلقى برقية تهنئة من معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك بمناسبة 5 يناير يوم شرطة عمان السلطانية. افتتاح الجزء الثاني من المرحلة الأولى لطريق الشرقية السريع المزدوج بدءا من اليحمدي وإلى تقاطع مصرون بولاية إبرا. ونتنياهو يتعهد بعدم مثول أي عسكري إسرائيلي أمام الجنائية الدولية. وعريقات يتهم إسرائيل بالقرصنة بعد تجميد تحويل أموال الضرائب. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك، وذلك بمناسبة يوم الشرطة الذي يوافق 5 يناير من كل عام، فيما يلي نصها: مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى حفظكم الله ورعاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة احتفال شرطة عمان السلطانية بيومها السنوي، يشرفني يا مولاي ومنتسبي هذا الجهاز أن نرفع إلى مقام جلالتكم السامي أزكى عبارات التهاني والتبريكات، مقرونة بصادق الدعوات بأن يمن الله على جلالتكم بموفور العافية والسرور، وعلى عمان وشعبها بدوام الرقي والرخاء. مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم، إن 5 يناير يوم يفتخر به أبناؤكم ويقفون وقفة مراجعة وتقييم لجهودهم السابقة واستعداد لمتطلبات مرحلة مقبلة من العطاء إن شاء الله، وهو مناسبة يستذكرون فيها وافر عطاءاتكم وحثيث متابعاتكم وما سخرتموه جلالتكم أيدكم الله لها من معينات وإمكانيات بما يعضد أداءها لمهامها بكفاءة ومهنية عالية، مستنيرين ببصيرتكم التي على نهجها نسير على الدوام بحول الله. مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم، إن شرطتكم وهم يحتفون بهذه الذكرى الطيبة ليجددون العهد والولاء لمقام جلالتكم السامي نصركم الله، والمضي بعزيمة متجددة لحفظ أمن هذا الوطن العزيز، والله تعالى يشكرون على ما هم فيه من نعم وافرة، ويسألونه سبحانه العون على خدمة وطنهم وشعبكم الكريم. حفظكم الله يا مولاي، وأسبغ عليكم نعمة، ومتعكم بالصحة والسعادة، وكل عام وجلالتكم والجميع بخير. هذا وتحتفل شرطة عمان السلطانية بيومها السنوي الذي يصادف 5 يناير من كل عام، والذي باركته الإرادة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه. يأتي الاحتفال بهذه المناسبة وسط تحقيق العديد من إنجازات متلاحقة وفقا لخطط واستراتيجيات تهدف إلى تطوير المهام والأعمال الموكلة إليها.
الخامس من يناير من كل عام يوم شرطة عمان السلطانية التي اختصها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى حفظه الله وأبقاه تجسيدا لرعايته الكريمة التي نجحت في بناء شرطة عصرية حديثة في أدائها الأمني وخدماتها الراقية المتطورة. فأضحى جهاز الشرطة اليوم يقف قويا شامخا راسخ البنيان. ومن هذا المنطلق استطاعت شرطة عمان السلطانية أن تطلع بمسؤوليات جسام كان لها الإسهام الأكبر فيما تحقق من إنجازات على الأرض العمانية وجعلها واحة أمن وأمان واستقرار يشار إليها بالبنان لكونها الجهة الرسمية المناط بها حماية الأمن والاستقرار وكفالة الطمأنينة والسكينة في ربوع عماننا الغالية. وها هي اليوم تطلع لمرحلة جديدة من البناء لما يشهده العالم من تطور في مختلف الأساليب التي تتطلب إعداد رجال الشرطة وتسليحهم بالعلوم والمعارف وتزويدهم بآليات وتقنيات تيسر لهم أداء مهامهم بكل كفاءة واقتدار. وهذا ما تتفانى القيادة العامة للشرطة على تكريسه حفاظا على ما تم إنجازه متطلعة لاستحقاق وطموحات ورؤى مستقبلية قادمة. سنوات من العطاء الزاخر وصلت به شرطة عمان السلطانية اليوم إلى مصاف الأجهزة الأمنية ذات المستوى المتطور والمكانة المرموقة التي تحظى بالتقدير والإعجاب الكبير على الصعيدين الداخلي والخارجي، وذلك نظرا لما تتمتع به من أداء متميز وأسلوب حضاري بالغ الدقة في التعامل مع الأمور التي تناط إليها. وما أنجزته شرطة عمان السلطانية خلال سنوات مسيرتها الماضية يعد بحق وسام شرف لكل منتسب إليها. وتقف النجاحات والإنجازات التي حققتها شرطة عمان السلطانية شاهدا جليا للعيان وفي مختلف المجالات لينعم الجميع بالسكينة والطمأنينة ومشاركة في دعم أمن المجتمع باعتبار الأمن مسؤولية الجميع لتطبيق شعار كلنا شرطة. فالتصدي للجريمة بأشكالها المختلفة وحماية أفراد المجتمع من تأثيراتها السلبية بالإضافة إلى التقليل من الحوادث المرورية والخسائر المترتبة عليها مسخرة جميع الإمكانات البشرية والمادية لتحقيقه. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تسمح بمثول جنودها أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب محتملة. من جانب آخر وصف كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عرقات قرار إسرائيل بتجميد تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية بأنه عمل من أعمال القرصنة، مبينا أن هذا الإجراء الإسرائيلي يثبت رجحان توجه السلطة الفلسطينية لمحكمة الجنايات الدولية. بعد حجز أموالهم بدأت الحرب الإعلامية والسياسية مجددا بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتأخذ مناحي متعددة بتهديدات ووعيدات كلها تدور حول مستقبل السلطة الفلسطينية والاتفاقيات الموقعة معها. نتنياهو في اجتماع حكومته قال إن السلطة الفلسطينية اختارت المواجهة ولن نسمح بمثول جندي وضابط من جيشنا
في محكمة لاهاي، داعيا إلى محاكمة رؤساء السلطة الفلسطينية الذين تحالفوا مع مجرمي الحرب. السلطة الفلسطينية قررت المواجهة مع دولة إسرائيل لانضمامها إلى محكمة الجنايات الدولية، ولن نسمح بمحاكمة جنودنا، ويجب محاكمة رؤساء السلطة الذين تحالفوا مع مجرمي الحرب من حماس. نحن أخذنا قرار بالمواجهة، ولكن بأدوات قانونية، بأدوات دبلوماسية، بأدوات أخلاقية وبأدوات سلمية، وهو بدأ يأخذ قرار بالمواجهة بقرصنة وأدوات لا قانونية، ويزيد على سلم جرائم حربه من خلال منع أموال الضرائب للشعب الفلسطيني. هذه أموالنا، هذه جريمة حرب. السلطة الفلسطينية القلقة من القرار الإسرائيلي بتجميد أموالها الضريبية البالغة 130 مليون دولار ردا على طلب انضمامها إلى محكمة الجنايات الدولية، اعتبرت القرار الإسرائيلي جريمة حرب، وعلى دولة الاحتلال تحمل مسؤولياتها ما قبل اتفاق أوسلو، حيث ستجتمع القيادة الفلسطينية للرد على القرار الإسرائيلي وفق صائب عريقات. هذه عقوبات جماعية تمارس ضد 4.5 مليون إنسان فلسطيني. إذا اعتقد أيا كان في إسرائيل أنهم يستطيعون تركيع الشعب الفلسطيني ومقابل الضغوط التي يمارسونها وابتزاز التي يمارسونها والقرصنة التي يمارسونها، فنحن نقول بصوت مرتفع إن حرية واستقلال الشعب الفلسطيني لا تقاهم بأي أمر، وقد نضطر لدعوة سلطة الاحتلال الإسرائيلي لتحمل مسؤوليتها كاملة. وإلى جانب حجز أموال الضرائب، تدرس الحكومة الإسرائيلية مزيدا من الخطوات الأحادية تجاه الفلسطينيين وفق سيلفان شالوم الذي برر الحجز بتسديد فواتير الكهرباء من الأموال الضريبية الفلسطينية، فيما أكد وزير الخارجية الإسرائيلي فيكتور ليبرمان خلال لقائه سفراء إسرائيل أن اتفاقات أوسلو انهارت، داعيا إلى الاستعداد لليوم التالي. ليبرمان هو من أنهى اتفاقيات أوسلو، وحكومته هي من أنهت اتفاق أوسلو، وبنيامين نتنياهو قبل أكثر من 15 عام عندما انتخب رئيسا للوزراء في العام 1997 قال لمنتخبيه انتخبوني لكي أقتل أوسلو. فيما رأت النائبة الإسرائيلية المعارضة يحوموفيتش أن لا فائدة من حجز الأموال الفلسطينية، محملة نتنياهو التدهور في مكانة إسرائيل دوليا. جربت وتجرب إسرائيل عقوبات ضد الفلسطينيين إن كانت اقتصادية أو دموية، لكنها بعد لم تجرب ما الذي يمكن أن يحدث في حال حل السلطة الفلسطينية، وما هو مربع المواجهة القادم محليا ودوليا. أحمد زكي العريدي، تلفزيون سلطنة عمان، فلسطين. من ناحية أخرى، فتح الاحتلال الإسرائيلي اليوم معبر كرم أبو سالم لعدة ساعات من أجل إدخال مساعدات وبضائع إلى قطاع غزة، وسيسمح هذا الإجراء بإدخال 350 شاحنة محملة ببضائع للقطاعين التجاري والزراعي، إضافة إلى وقود صناعي للكهرباء وكميات من السولار والبنزين وغاز الطهي. ويعد معبر كرم أبو سالم الواقع جنوب شرق مدينة رفح المعبر التجاري الوحيد الذي تدخل منه البضائع والوقود إلى قطاع غزة، وتغلقه السلطات الإسرائيلية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع. طلب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من أستراليا تقديم مزيد من الدعم لبلاده في مواجهة مسلحي داعش. جاء ذلك خلال استقبال العبادي لرئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت الذي يزور بغداد. وأكد بيان عراقي أن العبادي دعا أبوت إلى زيادة التسليح وتسريع التدريب وتوفير ما تحتاجه القوات العراقية من أجل حسم المعركة ضد داعش، ونقل البيان عن أبوت استعداد بلاده لتقديم كل أشكال الدعم بما يشمل تسليح القوات وتسريع التدريب. انتقدت كوريا الشمالية تعزيز الولايات المتحدة لعقوباتها المفروضة على بيونغ يانغ، وخاصة رفض واشنطن تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في قضية القرصنة التي تعرضت لها شركة سوني بيكتشرز. وفي بيان من الخارجية الكورية الشمالية نقله التلفزيون الحكومي، أكدت فيه أن العقوبات الجديدة لن تؤدي سوى إلى تعزيز تصميم بيونغ يانغ على إعطاء برنامجها العسكري الأولوية، مجددة نفيها أن تكون لها أي علاقة بهذه الهجمات التي أدت إلى سرقة البيانات الشخصية ل47 ألف موظف في شركة سوني. ويشكك خبراء أكثر فأكثر في تورط كوريا الشمالية في الهجمات الذي تقول فيه واشنطن أنه مؤكد. قتل 41 مسلحا
يشتبه بانتمائهم للقاعدة في غارات جوية باكستانية وأمريكية في منطقة شمال وزيرستان. وأوضح مسؤول بالجيش الباكستاني أن الغارات الباكستانية أسفرت عن قتل 31 مسلحا في منطقة خيبر، فيما أدى هجوم آخر بطائرة أمريكية بدون طيار إلى مقتل 10 آخرين في مجمع يضم انتحاريين بوزيرستان. عثرت فرق البحث والإنقاذ في أندونيسيا على جسم خامس كبير في قاع بحر جاوا من حطام الطائرة التي تحطمت قبل أسبوع. وفي بريطانيا تستمر عمليات البحث عن طاقم سفينة غارقة. المزيد في الجولة الإخبارية الآتية. عثرت فرق البحث والإنقاذ في أندونيسيا على جسم خامس كبير في قاع بحر جاوا من حطام الطائرة التابعة لشركة خطوط آسيا الجوية. ونقلت مصادر عن الأرصاد الجوية الأندونيسية أن الطائرة توقفت محركاتها عن العمل بسبب الجليد على الأرجح، مما أدى إلى تحطمها. وحتى الآن تم انتشال جثث 30 شخصا، بينما يستعد الغطاسون للغوص إلى عمق حوالي 30 مترا في أعماق البحر، حيث يستقر حطام الطائرة التي كان على متنها 162 شخصا. في القارة الأوروبية استؤنفت عمليات البحث عن طاقم سفينة شحن مسجلة في قبرص قبال شمال بريطانيا التي غرقت بسبب الأحوال الجوية، وشارك في عملية البحث عدد كبير من زوارق الإنقاذ إضافة إلى سفن أخرى ومروحيات. ولا تزال عمليات البحث مستمرة عن أفراد الطاقم المكون من 8 أشخاص. السفينة سيمفورد البالغ طولها 83 مترا كانت تنقل شحنة من الإسمنت وغرقت على بعد حوالي 25 كيلومترا من اسكتلندا. تواصل فرق الإطفاء الإسترالية العمل على إخماد أسوأ حرائق الغابات التي تشهدها جنوب إستراليا، أدت إلى إصابة أكثر من 20 شخصا معظمهم من رجال الإطفاء، وتدمير أكثر من 30 منزلا. الحريق أتى على أكثر من 11,000 هكتار في منطقة إدلايد هيلز التي تضم حوالي 40,000 نسمة، فيما يتوقع حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة قد يساعد في تطويق الحريق. ونشرتنا مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان وتتابعون فيها بعد قليل. كنز من السيارات النادرة يكشف عنه في أحد القصور الفرنسية القديمة. وبعد ما شاهدتوا كيف ان الحياة مليئة بالاختصارات، خلوني اخبركم عن صديقي حمد. حمد انسان رائع ويحب النظام، لكن في يوم من الايام كان مهموم وطالع مع زميله سالم. ما اطول عليكم، سمعوا السالفة. مهموم اشوفك يا ابو شهاب، ايش فيك متقدر الخاطر؟ يكعوب تشكي او منصاب، قلي وانا اخوك لا تجابر، قلي وانا اخوك لا تجابر. يا اخوي مشكي بلا ولا عذر، ولا شاكين من هاجر مزيون، خالفني رادار وانا اسوق، ومبعادتي اكسر القانون، ومبعادتي اكسر القانون. سويت يا اخوي فعل شين، ادفع غرامه وذا دستور، الشرطة سوت نظام زين، دفعك ترون وبلا طابور، دفعك ترون وبلا طابور. دفع الكتروني بلا طابور. www.rop.gov.om اختصرها احسن وريح بالك.
جلالة السلطان المعظم يتلقى برقية تهنئة من معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك بمناسبة 5 يناير يوم شرطة عمان السلطانية. افتتاح الجزء الثاني من المرحلة الأولى للطريق الشرقي السريع المزدوج ابتداء من اليحمدي وإلى تقاطع مصرون بولاية إبرة. نتنياهو يتعهد بعدم مثول أي عسكري إسرائيلي أمام الجناية الدولية، وعريقات يتهم إسرائيل بالقرصنة بعد تجميد تحويل أموال الضرائب. بطول 18 كيلومترا افتتح جزء آخر من المرحلة الأولى لازدواجية طريق بدبد صور، والذي يمتد من بلدة اليحمدي وحتى مصرون بولاية إبرة. الجزء المفتتح من الطريق يشتمل على 3 جسور علوية ونفقين لتسهيل انتقال الحركة المرورية في كلا الاتجاهين، كما تم تزويده بالحمايات اللازمة والعبارات الصندوقية لعبور الأودية والشعاب. يعد طريق الشرقية السريع بدبد صور الرابط الرئيسي لمحافظات شمال وجنوب الشرقية، حيث يشهد الطريق كثافة مرورية عالية خاصة بولاية إبرة، ويأتي فتح الطريق الالتفافي لهذا اليوم لتفادي هذا الازدحام. بافتتاح هذا الجزء من المشروع سيتم طبعا انتقال الحركة العابرة لولاية إبرة للمتجهين سواء لجنوب الشرقية أو للمتجهين إلى مسقط، وهذا بحد ذاته سوف يخفف من الازدحام المروري الحاصل الآن في مركز الولاية بإبرة. نشمل على 5 6 جسور، منها 3 جسور علوية وأيضا نفقين لنقل الحركة المرورية من وإلى جانبي الطريق لخدمة المناطق المحاذية لهذا المسار. يبلغ طول الطريق المفتوح حوالي 18 كيلومترا من قرية اليحمدي وحتى منطقة مصرون بولاية إبرة. الشارع يمثل أهمية كبيرة، حيث أنه نقل نوعية الحركة المرورية من داخل إبرة إلى خارجها، وينشط الحركة السياحية والاقتصادية، وكذلك يعمل على التقليل من الحوادث المرورية التي كانت في الحقيقة في الفترة الماضية، يعني الكثير من الحوادث تقع في ولاية إبرة وراح ضحيتها الكثير من العوائل. يمر الطريق على عدد من القرى الجميلة، بداية من قرية اليحمدي بنخيلها الوارفة، مرورا بقرية الثابتي وتقاطع وادي نام، وانتهاء بمنطقة مصرون قبيل المستشفى المرجعي. الشارع القديم يعني مجرد كان حارة واحدة وكان زحم كثير ويعني خطير جدا، أما هذا الشارع راح يكون يساعد كثير. تم تنفيذ الطريق ليشتمل على 3 حارات مرورية لكل اتجاه، وأكتاف خارجية بعرض 2.5 متر، وداخلية بعرض 1.5 متر، وجزيرة وسطية بعرض 4 أمتار. كما تم عمل الحاميات اللازمة لجميع مجاري الأودية والشعاب بعدد 73 عبارة صندوقية بمختلف القياسات. نقلة نوعية تشهدها ولاية إبرة وولايات محافظتي شمال وجنوب الشرقية بافتتاح أولى مراحل الطريق المزدوج ذو 3 حارات، والذي يعد إضافة جديدة لإنجازات النهضة المباركة. أحمد بن محمد المعمري من محافظة شمال الشرقية ولاية إبرة. وفي تصريح لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان، أوضح سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل، بأن الجزء الأول من المرحلة الأولى لازدواجية طريق بدبد صور سيفتتح أمام الحركة المرورية منتصف العام الجاري، وذلك من بدبد وحتى منطقة العق. كما أكد سعادته بدء الأعمال المساحية للمرحلة الثانية من المشروع، والتي تمتد من ولاية إبرة وصولا إلى ولاية صور. بالنسبة للمرحلة الأولى من هذا المشروع خاصة في الجزء الأول يسير وفقا للبرنامج الزمني، لكن هناك بعض المعوقات لصعوبة المنطقة وخاصة منطقة وادي العق، ولكن من المؤمن إن شاء الله أن الجزء خاصة الجزء الواقع ما بين بدبد إلى وادي العق اللي هو بطول حوالي 15 كيلومتر نأمل في منتصف هذا العام بفتح حركة المرور عليه. أما بالنسبة للمرحلة الثانية اللي هي من إبرة إلى صور، أيضا العمل الآن بدأ المقاول في الأعمال المساحية في المشروع،
وأيضا أعمال الميدانية بالنسبة للمعدات والآليات. فالعمل الآن في بداياته، فإن شاء الله يعني وفقا للجدول الزمني المعد لهذا المشروع نأمل إن شاء الله أن يعني ينتهي في وقت بإذن الله تعالى. وننتقل الآن إلى أهم الأخبار الاقتصادية مع الزميل موسى بن جعفر اللواتي. النشرة الاقتصادية برعاية أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. أهلا بكم وتتابعون في الموجز الاقتصادي. السلطنة تسجل فائضا في نوفمبر الماضي بلغ 233 مليونا و500 ألف ريال عماني. أهلا بكم. سجلت السلطنة مع نهاية نوفمبر الماضي فائضا في الموازنة العامة للدولة بلغ 233 مليونا و500 ألف ريال عماني، مستفيدة من استقرار أسعار النفط خلال تلك الفترة عند مستوى 100 دولار للبرميل، متجاوزة بذلك توقعات الموازنة أن تسجل عجزا بنهاية العام يبلغ مليارا و800 مليون ريال عماني. وأشارت البيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن الإيرادات الحكومية بلغت في الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2014 حوالي 12 مليارا و500 مليون ريال عماني، في حين بلغ إجمالي الإنفاق العام 12 مليارا و200 مليون ريال عماني. وسجلت الإيرادات الحكومية تراجعا بنسبة 2.5% عن مستواها في الفترة المماثلة من عام 2013 متأثرة بتراجع أسعار النفط، إلا أن ارتفاع الإيرادات غير النفطية حوالي 5% ساهم في تعويض جزء من التراجع في الإيرادات النفطية، فقد ارتفعت إيرادات الضريبة الجمركية وإيرادات ضريبة الدخل على الشركات والإيرادات الأخرى بنسب متفاوتة، وبلغ إجماليها حوالي مليار و800 مليون ريال عماني، تشكل حوالي 14% من إجمالي الإيرادات الحكومية. نحن في أوربيك نعمل لأجلكم. هدفنا تنمية الموارد البشرية العمانية. نحن فخورون بتزويدكم وقود الطاقة. نحن شركاء في دفع عجلة التنمية. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. خفض الاتحاد الأوروبي الدعم الممنوح لمزارعي الزهور في قطاع غزة بحوالي 80% بعد توقف صادرات الزهور بسبب الحصار الإسرائيلي على القطاع، الأمر الذي انعكس سلبا على حياة العديد من الأسر التي تعتمد على زراعة الزهور كمصدر دخل لها. حذرت وزارة الزراعة في غزة من أن صادرات الزهور في القطاع على شفا الانهيار، وقال مدير عام التسويق والمعابر في وزارة الزراعة في غزة تحسين السقة إن نسبة التصدير بلغت صفر في عام 2014. قبل 2007 كانت تقريبا 50 مليون زهرة قيمتها حوالي 7 أو 8 مليون دولار، الموسم الماضي كان 2.5 مليون زهرة قيمتها لا تعادل نصف مليون دولار فقط. طبعا هذا العام صفر، لا شيء للتصدير، وبالتالي يتأثر المزارع الفلسطيني والاقتصاد الفلسطيني من نتيجة توقف عملية التصدير. وأوضح السقة أن تمويل الحكومة الهولندية الذي بدأ في عام 2010 تقلص في الآونة الأخيرة لأنها لا ترغب في مواصلة تمويل قطاع لا يتطور،
وأضاف أنه في السابق كانت الحكومة الهولندية تدعم حوالي 60% من تكلفة الدونم، أي ما يقارب من $5,000 دعم للمزارع، لكن الدعم انخفض العام الماضي إلى $700 فقط للمزارع الواحد بغض النظر عن المساحة المزروعة. فيما قال المزارع جميل حجازي إن الديون تراكمت عليها وحمل الحصار الإسرائيلي المسؤولية عن ذلك. أنا والله خسرت يمكن فوق $60,000، هذا الضايل المبلغ اللي علي، أما الأرض راحة وملك راح كله بعته، سلكت فيه، سلكت ليش غصب عني بعته، اليوم أجانا أمر محكمة بدنا حبس، بدي الصادر باري. وزراعة وتصدير الزهور كانت دائما عملية ناجحة ومربحة في قطاع غزة، لكنها تضررت بشدة بعد أن شددت إسرائيل حصارها للقطاع في أعقاب سيطرة حركة حماس عليه في عام 2007، وينتج المزارعون فلسطينيون أعشابا طازجة ونباتات أخرى ويصدرونها بمساعدة جهات مانحة أجنبية معظمها من هولندا. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن اقتصاد بلاده لا يمكن أن يحقق النمو المستدام ما دامت التنمية بمعزل عن بقية العالم، مضيفا خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي العام الأول أن بلاده حققت نموا بنسبة 4% حتى شهر سبتمبر الماضي، معربا عن أمله بأن تنخفض نسبة التضخم لأقل من 20%. كما شدد الرئيس الإيراني على زيادة الصادرات غير النفطية وجذب الاستثمارات الأجنبية لتقليل آثار انخفاض أسعار النفط والسيطرة على نسب التضخم المرتفعة. انخفض الاحتياطي الروسي النقدي بحوالي 3% خلال العام المنصرم ليبلغ $388 مليار، وذكر البنك المركزي الروسي أن تقلص حجم الاحتياطي العام الماضي وصل إلى 10 مليارات و400 مليون دولار. ويتكون الاحتياطي الروسي من العملات الصعبة والذهب وحقوق السحب الخاصة، وقد تأثر الاقتصاد الروسي بانخفاض أسعار النفط حيث فقدت العملة الروسية الروبل أكثر من نصف قيمتها العام الماضي. نهاية الموجز الاقتصادي، عودة إلى الزملاء منى وأحمد وبقية أخبار النشرة. النشرة الاقتصادية برعاية أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. شكرا موسى، ونختتم مشاهدينا نشرتنا من فرنسا، حيث تم الكشف عما وصف بكنز السيارات النادرة في أحد القصور الفرنسية القديمة. ويتكون الكنز كما أطلق عليه من 60 سيارة يعود تاريخ صنعها إلى 30ات القرن الماضي. شهدت فرنسا أخيرا اكتشاف ما وصف بكنز على صعيد السيارات، إذ عثر في أحد قصور غرب البلاد على 60 مركبة من أجمل ابتكارات عالم المحركات بين 30ات و70ات القرن الماضي، بعضها نادر ومن أهم ماركات السيارات بينها فيراري ومازيراتي وبوغاتي وهسبانو سويزا. وأكد مدير دار أركوريو الموتور كارز للمزادات ماتيو لاموغ مستذكرا زيارته إلى الموقع أن الأمر كان أشبه بالدخول إلى غرفة توت عنخ آمون. ما يميز هذه السيارة أنه تم عرضها في معرض لسيارات الفراري عام 1961، وقد اشتراها الممثل والكاتب جيغار بلون، ثم باعها بعد عامين لألان ديلون. وهذه المجموعة المذهلة لا يزال يتعين إجراء ورشة ضخمة من أعمال الصيانة لاستصلاحها. كذلك فإن السيارات المختلفة في هذه المجموعة المقدرة قيمتها الإجمالية بحوالي 16 مليون يورو والتي تضم مركبات تصلح لعرضها في متحف للسيارات ستباع خلال مزاد لدار أركوريل في 6 شباط فبراير في باريس. في ختام نشرتنا هذا تذكير بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يتلقى برقية تهنئة من معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك بمناسبة 5 يناير يوم شرطة عمان السلطانية. افتتاح الجزء الثاني من المرحلة الأولى لطريق الشرقية السريع المزدوج بدءا من اليحمدي وإلى تقاطع بصرون بولاية إبرة. ونتنياهو يتعهد بعدم مثول أي عسكري إسرائيلي أمام الجنائية الدولية. وعرقات يتهم إسرائيل بالقرصنة بعد تجميد تحويل أموال الضرائب.
نترككم في رعاية الله وحفظه. تحية لكم وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم مجددا مع أحوال الطقس. لا جديد يذكر من خلال آخر صور الجوية، أجواء خالية من السحب بوجه عام في معظم أرجاء شبه الجزيرة العربية، بما في أجواء السلطنة فقط هنا في أقصى شمال المنطقة تنتشر وتستمر السحب بالتدفق والانتشار هناك. ومباشرة للتفاصيل أجواء للنهار القادم، ونبدأها مع حركة الرياح على جنوب السلطنة الساحل الجنوب الشرقي للبلاد. أيضا الرياح لا تزال شمالية في مجملها، تكون شمالية غربية شمال محافظة ظفار والوسطى، وشمالية شرقية على المناطق الساحلية معتدلة إلى نشطة أحيانا، ويبقى البحر هنا هادئ إلى متوسط موج، يصل أقصى ارتفاع له متر ونصف المتر، مع رطوبة نسبية تتراوح ما بين 50% إلى 90%. كذلك على سواحل محافظة مسندم تستمر الرياح الغربية إلى جنوبية غربية أحيانا معتدلة السرعة، بحر هذه الموجة أقصى ارتفاعا له متر وربع المتر إلى متر ونصف المتر أحيانا. أما على سواحل بحر عمان فلا تزال الرياح أيضا شمالية شرقية خفيفة، خفيفة السرعة في مجملها بين 5 إلى 10 عقد أحيانا، وبحر هادئ الموج يصل أقصى ارتفاعا له متر وربع المتر، مع رطوبة تتراوح ما بين 50% إلى 90%. أجواء مشمسة غدا في مسقط، ودرجات حرارة لا تزال أيضا هنا معتدلة لطيفة حول منتصف العشرينات بوجه عام، كذلك والحال بالنسبة لمعظم أرجاء محافظة جنوب باطنة ضمن أجواء مشمسة ومستقرة، كذلك والحال بالنسبة للصحار وعموم سواحل محافظة شمال الباطنة، وأيضا تستمر السحب بالتواجد أحيانا على سواحل محافظة مسندم في أقصى شمال البلاد، ودرجات الحرارة عند أواخر العشرينات. إلى شمال الشرقية الأجواء مشمسة في إبرة، ودرجات الحرارة حول منتصف العشرينات، كذلك والحال بالنسبة للولايات المجاورة للجبال الحجر في محافظة الداخلية 7 درجات العظمى في جبل شمس، عبري 27 درجة مع بعض السحب المتفرقة لربما تكون حاضرة أحيانا في أول النهار، وكذلك بعض السحب العابرة أحيانا الأجواء البريمي، ودرجة الحرارة هنا 27 درجة مئوية. العظمى عند أواخر العشرينات في صلالة، وعند منتصفها في شمال محافظة ظفار ضمن أجواء مشمسة بوجه عام، كذلك والحال بالنسبة لمعظم أرجاء محافظة الوسطى، ودرجة الحرارة فيها ما تبقى حول منتصف العشرينات، فقط بعض السحب قد تكون متواجدة بشكل متفرق على سواحل محافظة الوسطى، كذلك أيضا هنا على سواحل محافظة جنوب الشرقية، ومن أجواء غائمة جزئيا أحيانا على السواحل المطلة على بحر العرب، ودرجات الحرارة أيضا هنا لطيفة تبقى حول منتصف العشرينات، كذلك والحال بالنسبة لصور، ولكن الأجواء هنا تبقى خالية من السحب بوجه عام. كان هذا كل ما لدينا من أخبارنا الطقس حتى الساعة، شكرا لكم وإلى اللقاء.